الطبيعة الثلاث أم عاصمة الأغالبة؟ أم دعنا نتفنن أكثر في التسمية فنقول حسنة المخابز كما شهدت بذلك كتب التاريخ. نضع الاسم على المسمى عندما نقف أمام المخابز العتيقة المنتشرة هنا وهناك في عمق الأحياء الشعبية لمدينة القيروان، حيث تنبعث رائحة الخبز مزيجاً من نكهات السمن وزيت الزيتون والقمح، فتدغدغ أنوف المتزاحمين على أول رغيف ذهبي يخرجه الرايس من داخل الفرن الحامي. أرغفة خبز برونزية يسحبها الرايس تباعاً بواسطة ذراع خشبي طويل يسمى المخبز. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم. ريحة البلاد وريحة القدم وحدها ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم. اقبل يا عباد الله، وحدوا الله، اذكروا الله، سبحوا الله. اهلا بالشيخ لطفي. اهلا 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 يا رحم سيدي حبيبي. زيارتنا مباركه. اشرح يا ودي، ايش غربك؟ ها رب صدفه خير من الف ميعاد. يا ودي 10000 ميعاد. ايش نحوالك يا رحم باي خليفه؟ ايش نحوالك؟ نحن على السنه. اي الهديه، الهديه الهديه حبذها الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يا انا ما نتنقل البلاصه الا بالخبز والمقروض. ولكن معروف القيروان بها يا سيدي، متنقل هذا بحول الله القابس. ربي يوجهك خير. وما ندخل لهم ما يقبلونيش، قال لك الخبز والمقروض. ربي يبارك لهم. هذيك رجال صبر، هذيك القروان رجال صبر. ايوه هاني هز قصد ربي القابس. ان شاء الله بحول الله. مقبل مش نمشي ناخذ تراب في الغرب. سيدي ابو الباب الانصاري. سيدي ابو الباب الانصاري من الصحابه. الله اعطاك ربي هنيئا. ربي يبارك لك. اي مش نمشي للكوشه توا، مش ناخذ ريف خبز. فكرتني ما اليوم نهار جمعه زين، نخرج لما نتوضا وكذا ونمشي ونشيلوا الخبز مع بعضنا. الله الله، ما نهار الجمعه نطيبوا ملوخيه قرويه. اي يلزمني نشيل الخبز زاد انا. اللهم صل على النبي ما شاء الله. اي تفضل بحذايا. ربي يبارك فيك يا عمر. ربي يبارك. من نهار الجمعه اي فهمتني، لان نصبغ الوضوء وانا عندي برشا مري تكشيره يا شيخ. ربي يبارك فيك برشا. اي مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي تفضل. بسم الله. هاي هاني مش نخلي القفة، هاني نخلي القفة لهنا. ايه خليها القفة غالية. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هو نهار الجمعة ذاك هو عاد نهار عيد. نعم صلي وسلم على سيدنا. هاي ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. زارتنا البركة. ربي يبارك فيك يا عمران. على خلوتك ما زالت والله العصيدة كي طابت تو. الله أكبر. الله أكبر. ربي اسمع. ما نخرج إلا ما نفطر العصيدة والمقروض. أي الحصان جري. الحصان جري ومكتوبك. ورمي هاك لقفت هالكلمة. هاك ومكتوبك. مش كنت اللي برمجتها. المولى عز وجل. راي المغير فذيك راي اللي كنت وشوف سبحان الله. وبين اللقمة بين اللقمة والفم فما حاكم. حاكم يحكم المولى سبحانه وتعالى. ما شاء الله. الله وين تصلي اليوم يا شيخ؟ انا ماني خطيب. خطيب ايوه إيه. عندي جمع الهدى في القروان. وانت وين مش تصلي اليوم؟ معاك. اللهم صل على النبي. والرجلي والرجلي. هيا مرحبا بي. مرحبا. انا الاولاد الصغار اللي هكا. اللي كيف كنت. ايوه اللي كيف أيوة. يانا. ايوه مش كيف يانا. نجمو نمشيو. ايوه. لا انت راجلك كبير انت. استنى ساعة ايوا خل نغزر هكا للعصيدة ذي سخونة. اي اللهم صل على النبي يا سيدي ما شاء الله. العصيدة الصباح شوف منها والقهاوي والمقروض هذيك العادة نتاعنا الصباح. يعني الطابع قيرواني اصيل. ايوه ايوه ما بنها العادات نتاعنا. ايوه المرأة ربي يبارك لها وان شاء الله مش نعملوا لها الدعاء. ان شاء الله ان شاء الله مش نعملوا لها الدعاء. ربي يبارك لها كي تقوم تكرم رجلها وصغارها ودارها بهالفم هذايا وتوريهم اللي راهو نهار الجمعه خاص. صغارنا والجيل اللي قدامنا نحن يعرف مادام امه طيبه العصيده ومادام عندنا لا اله الا محمد رسول الله فمك الملوخيه وعندنا هذايا ريحه نهار الجمعه. صحيح. اكثروا من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، اليوم المبارك. نعطيوه كل دار فكرها. خطانا خلينا نتشبثوا نتاعنا بالقديم البعلي بعلي والزمني زمني.
سي عمران يرحم سي الحبيب. وعندنا عيد الفطر وعندي وعندنا عيد الاضحى انا نقول لهم كل اسبوع عندي عيد. الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله. سيدي تفضل انت ارتاح ما دام انا توضيت ان شاء الله. ونقعد ونفطر ونخرج مع بعضنا. هاي تفضل يرحم سيدي. يا سيدي بارك الله فيك. زارتني البركة. عودي ربي يبارك فيك. يعني ربي يبارك لك أخوي. ما شاء الله. ما أحلاه. والله ما أحلاه. هاي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أي سلام. حطوا هذه هكا في الوسط. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الحمد لله. الدعاء هذايا راهو من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الضيوف وقت اللي تدخل للدار تنزل بالبركة وتخرج بذنوب أهل البيت. الله ولله صنعنا الطعام اللهم بارك لهن وبارك فيهن. أمين. وعطيهن من الخير ما يتمنين. أمين. ولمن أنفق اللهم يا رزاق يا كريم ارزقه من حيث لا يحتسب. أمين. واخلفه فيما أنفق. أمين. ولمن أكل اللهم اجعله عونا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. أمين. اجعله شفاء لكل داء بجاه آية الشفاء وبحبك المصطفى. أمين. لأهل هذا البيت اللهم بارك لهم وبارك فيهم. أمين. واعطيهم من الخير ما يتمنون. أمين. إن كان رزقهم في السماء فأنزله، وإن كان رزقهم في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقهم صعبا فيسره، وإن كان رزقهم يسيرا فبارك لهم فيه. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله. بسم الله. يا رب يبارك لك. قل لي عدد العصارة ذاك ونحطوه موجه للقبلة. هذاك العلوش نتاع عيد الاضحى. فهمت مولاه ومصبنوا عليه. خاطر هو عصار. عصار نعصر العباين. ومازال عليه العباين. مازال يعصر. لا لا مازال عندي واحد هذا صغير. عامل واحد انا يتنحى ويركب. وهذاك الكبير. هذاك العصار. معناها التصبين يصبنوا النساء. قبل القبلة. كي تصلخ علوش ولا كذا. باش نعرفوا القبلة مش تلبح سردوك مش تلبح دجاجة مش توضى للصلاة كذا ديما نقبل القبلة الله تحت العصا. تحت العصا. يرحمهم ناس قبل. الله يرحمهم. نعم. مريم. يا عسلامة مريم. السلام عليكم. بيك شميم لباس. هذه مريم سيد بنت سي عمران سنة سادسة. واش يا رب يوفقك ان شاء الله. مريق لأمورك تحنا الطيبة. يا رب يوفقك ان شاء الله. عايشك عايش بنت. يا حاج امشي نجيب الخبز. يا رب يبارك لكم ان شاء الله. يعيشك يا سيدي ربي يبارك لكم ان شاء الله. هاي حتى انا بفطر يا سيدي. هذا يا سيدي راهو متبي. السلام عليك. اهلا. اشنا احوالك؟ يا حبيبي متشرف. يا سيدي متشرف. انت كان انت في لا لا نستعرف يا سيدي مصطفى. وهذا يا ابوه شيخ. اهلا وسهلا. اسمعني. السلام عليك. هذا يا ابوه عارف يفوت حتى اسمه القحطان. ربي يستر ان شاء الله. مع خالي الهذيلي وكذا كان معنا في ما تعرفوا تبو خليفه. وكان معنا في ليه وانت كنت حاضر وقت الجيف جبت حاضر. دايم ربي. دايم ربي. يرحم امي محبوبه. يحفظ الاحزاب الكل. يرحم امي محبوبه. ربي يبارك فيك. ويرحم باي صالح. خير يا سيدي.
أسيدي يا خوخ عايشك أسيدي ربي بارك فيك أسيدي نهار الجمعة في القروان فما سكينة تهبط على البلاد والحمد لله ما تقاهاش في حتى ولاية أخرى ما شاء الله سكينة وسر رباني من المولى سبحانه وتعالى ما شاء الله ما شاء الله يوم الجمعة ما شاء الله وعندك شهر رمضان أي فما سكينة من حسوا بها كان أهلا وسهلا هاي صباح الخير أو قال لك أخوي ها هاي وين إيش نحوالك والله في نعم لباس عليك والله في جاي يا ربي لك الحمد إن شاء الله ما زلت البركة يا ربي اليوم جمعة دعي وتخير دعي وطي يا ربي نية جيت من نهار الخميس نكمل غدوة العشرين الله صل على النبي ربي يتقبل هنيئا لك تذكرنا بالدعاء لا لا بس الراس مسطول وفي الكعبة تدور وننعيك الله 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 علاش كنت تنهار الجمعة ثم حاجة اللهم صل على النبي ما تنجمش توصفها في القيروان ثم خضوع فما عبادة اللي هذا مستعد تقالي صلاة الجمعة ومستعد معناها نكهة خاصة كان في دار وكان في العمل متاعه في الدكان كان في المسجد تلقى إمام خطيب كما سيادتك في ملتقاك محضر الخطبة متاعك مستعد وكذا معناها نكهة خاصة يوم الجمعة يوم الجمعة محلاها محلاها ما تقلقش في حتى ولاية بسم الله هاي السلام عليك هاي السلام عليك هاي وين كسعي لأساني كاي بيك شاي ايش نحن المخير عنا في القروان لهنا مش هي عز خبز مش نياني انا نقول لا تونس قاسي والدل قاسي والدل القروان كان تعرف هي دي عز كوشه لهنا عنا في القروان خبز نتاعها المفضل ويعطيهم الصحه وليداتهم نظاف لهنا يخدموا لله كالعادة خليوا خبزنا ونمشيوا خبز اخر وهذا نصف ان شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا وصدق ظهر لي صدقه النوعيه هذه وقعد الخبز قاعد ماشي بحول الله وقبله الزوار كوشي كما هذه قبله الزوار ما شاء الله يجيو ناس ما شاء الله لانه ناس صدقه ربكم حسنه المخابز من اول الدنيا القيروان ما شاء الله اللهم صل وسلم عاود لي بحسنه المخابز الله الله وكتب التاريخ تشهد بذلك نعم والحمد لله سميت بحسنه المخابز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وكتب التاريخ تشهد بذلك يا وين هازوا هالخبز هذا يا سيدي لطفي هذوما وصلتني عليهم مفتي شنو بعثوه من فرنسا الله 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 يقعد بالجمعة ويزيد في المنديل فهمني كي نغلفوه فهمني يصبر اللهم صل على النبي الخصوصية نتاع الخبز القروان وخاصة الخبز هنا في الكوش العمرانية هو أنه ساعة أولا كان عندنا طابع ما كانش عندنا طابع هو بطبيعة قديم وقعدنا محافظين عليه الصناعية نتاع القروان ما تلقيش في حتى بلاصة لأنه تعلموا علامة نتاع خدمة خبز القروان، الخبز القروان يمتاز باش، يمتاز بالسلعة الموجودة البرودوي اللي نخدموا بها اللي هو السميد والقمح والشعير والقطانية وكل ما هو عربي واللفاحات العربي. عندنا برشا بصايم معناها برشا أنواع نتاع خبز، معناها هي بيد الخبزة الصغيرة غيرنا يخدم الباقيات، نحن عندنا الباقيات هذيك الطرف العجين هذيك نعملوها شوية ونعملوها باقيات ونعملوها خبزة صينية، نعملوها خبزة ميدة، نعملوها خبز طليان اللي هو زاد خبز عربي. هذا باش تمتاز الخروان، الخروان وقاعدين محافظين كما قلت لك انا من اللون معناها محافظين على الطابع، تعلمنا العلامه هذيا ولا الطابع هذيا نتاع القيروان وقاعدنا محافظين عليه من جيل لجيل. والخدمه الخبز تقول لي علاش هنا في الكشت العمرانيه معناها يمتاز وموجود خبز موجود الخروان خبز باهي معناها بالحق بخلاف حتى خبزه نحن للامانه موجود. لكن نحن الوقفه نتاعنا زاد نحن تعلمنا ملي صغار في الكوشه وتعلمنا عند ناس صناعيه بالحق وانت تعرفهم خويا لطفي من تيجاني ليغ الله يرحمه وحسين العمرانيه واحمد رحال وبرشا صناعيه ونادي دمك وغيره 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 وقعدنا محافظين عليها بالعابل اللي تعلمناه معناها قاعدين ديما نحن نحاولوا باش نخليه معناها الجوده نتاع الخبزه وقيمه الخبزه
كما قبل وممكن حتى تطور نهره وزدنا برشا نوع انت تعرف معناها زدنا برشا نوع تاع معناها نكون حكيت 15 ولا 20 سنه ولا 20 ل 15 سنه زدنا برشا نوع اخرى نتاع خبز واستقطبنا بها حتى معناها برشا زوار من كل بلاصه جينا العباد من كل بلاصه الخبز القروان ما يخرج من هنا من القروان الا ما ياخذ الخبز القيرواني مع المقروض مع غيره وهذاك هو من الحق حافظنا عليه وقاعدين الوقفه نتاعنا والله صار ساعه الواحد يبدا ويقف الوقفه تقعد حتى بال 13 و 12 ساعه و 14 ساعه باش حاجه تصنع فيها انت حاجه راك تصنع فيها يلزم ترقب لان الاغلاط ديما موجوده هما صناعيه حتى تو الحمد لله فما صناعيه ولا باس ولكن المتابعه والمراقبه ديما موجوده باش انا نعدله كان فما مش وانا راني خير منه حتى هو راه صناعي اما المتفرج ديما فيرس انا كي مش يغلط هكا ولا كان عدل ونقول له فلان راك مثلا راهي نار سخونه مثلا راهو الطقس اليوم سخون رد بالك من الخميره هاي الطقس اليوم بارد هذه الدور نتاعنا نحن ونحاولوا نجيبوا زاد السلعه الباهيه نختاروا حتى السلعه الباهيه حتى السميد مش الكل السميد الكل كي بعضه فما سميد من سميد ونخدموا كما قلت لك من الاول بالنفايحات العربي معناها كي تجينا المناسبات تاع سيدي رمضان ولي نخدموا بالسمن وزيت الزيتونه ونخدموا وزيت الزيتونه قاعدين نخدموا به توا بالسمن حتى توا نخدموا به ولكن في رمضان اكثر في رمضان نزيد نقوي ونزيد نحطوا حتى النفايحات اكثر معناها كنا نحطوا فيه مغرفه وفيح نحطوا مغرفه واربعه مغرفه وشتر خلي معناها بالحق تتمتع العباد وتشيخ العباد هذا هو الميزه نتاع خبز القروان وان شاء الله يا ربي حتى اللي يجي بعده مش مرضوا لغيرنا وان شاء الله تقعد هكا وتتحسن خير من هكا ان شاء الله يا رب وعلى فكره مش نحب نمر زاد رساله فما معناها هكا نقولوا نحن السولات تقبل ولا توا مش فاهمين من نتمنى ومنهم ان يلتفتوا الخبز نتاع القروان معناها يجيك يقول لك معناها شفيك تخدم من السلطه تخدم الخبز نحن راهو في تونس خبز باكيت يا ودي هذاك تونس خبز باكيت بالطبع نتاع الخروان راهو نخدموا فيه من قبل من اول الدنيا يجي تقول لي شنو شواية هذه هذا عرف هذا عرف عنده 100 سنين من مش مراه نتاع 10 سنين ولا 20 سنين 100 سنين عنده خبز القروان انت تحب تجي تنحيها مش معقول هذا بالحق تجي تشجعنا ما فماش لفته من السلطه بالحق نتاع تشجيع والله لا فما لفته كم من مره انا واحد من الناس والله تعرف لي كم من مره حتى قبل كانوا فما فتره يحبوا ينحيوا الخبز السميد والخبز القمح والخبز هذا الموجود نتاع القروان قال شنو معناها قال مش نصلحوا الخبز هي تصلحوا معناها تطوروا ولا زيد تضربوا ما مش فاهم انا معناها للوقت القريب راه مش حتى بعيد راه لما تبارك عملنا اجتماع في الغرفه نتاعنا على عالجنا الموضوع هذا وطرحناه معناها هذه خبز القروان وقفوا له بالحق القروان قلت كل القروان يخرج تونسي من القروان من تونس ما يقولش راهو خبز القروان البرة مش يقول خبز تونسي اما زاد كي نتحدثوا على القفه نتحدثوا على عاده زمان شنو هي عاده زمان حشمه باش الواحد يروح بالخبز خبز السوق للدار كيفاش يحط سي عمران ها هو الجبه هي السطره في كل شيء ايوه فهمتني ها هو كان مش تشري زهومه ولا دواره ولا هرقمه ولا غله ولا حاجه ولا حاجه ما ترى شيء ظل هكا ما يعرفوش عليك الشريط يعني وهذية على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كون الواحد إذا كان أخذ حاجة ما يتبهاش بها أيوة. قدام جيرانه يعني أخذيت سيدي لبس عليك يعني أخذيت بناء ولا أخذيت نوع غلة ما يقدرش عليه جاري وقت اللي يراه الجار ولا أيوة. ولد الجار أيوة. يراه هاك البنان هذاك مش يتألم ولذا من سترة الشيء اللي تشريه يتحط في حويجك شوفوا يعني الجمع ما بين التراث المخزون متاعنا الشعبي والديني محلاش كان منه ديما يراعي الفوارق الكل والحساسية الكل وحتى النفسية الكل اتفرج كيفاش هذه عادتنا القديمة هاي
من احدى مخابز القيروان، نجم نقولوا المخابز الحديثه، لانه عملنا طله على الافران العتيقه، الافران القديمه، وان شاء الله بحول الله نشوفوا كيفاش نوعيه الخبز اللي طلعوا لنا. فما خصوصيه اخرى، انتقلنا الى مخبزه الرايس، ومعايا اخويا رياض. مرحبا يا رياض. عايش لحولك يا رياض، لاباس عليك. وين كيف رياض؟ يعني كي نتعدى من هنا نشم الريحه بتاع الخبز، فما يعني نكهه خاصه وخصوصيه لخبز كوشت الرايس، خبز القروان بصفه عامه، كوشت الرايس بصفه خاصه. شنية الخصوصيه اللي تميز بها الخبز القروان وكوشت الرايس بصفه خاصه؟ هذا القروان معروفين بالذات بالخبز. انا معروفين بالخبز، واحنا نفهم ماذا بينا على الكاليتي وعلى الجوده وعلى البون تاع الخبز. معناتها لازم أنا نوفر للكليون وللحريف الحاجة اللي كلها يتبننا، فهمتني؟ هذاك علاش نسا، واحنا هذاك علاش نحن. ما شاء الله. شنو الساعة اللي في يدك هذي؟ هذي الفرح، هذي الفرح بتاع الخبز، هذي بس بس عربي، هذي خرج ريحة الخبز، هذي سينوجي زينو بين الخبز واحد. اشنية الانواع اللي عندنا لهنا في الكوش؟ عندنا البلانكيت، عندنا البلانكيت، وعندنا خبز الشوايه المدور هذاك. هذا خبز البلانكيت، معناها هذا عادي تو، هذا خبزنا نحن العادي. اي خبز عادي. وهذاك الشواي، الشواي علاش سمى شواي؟ معناها ليه ليه؟ ايوه ندور عليه. ايوه خبز البلانكيت هذا اخف، معناها يبدو من الشواي. فهمت. اخف حتى في سندويشات تاع كل شيء. اخف ديما من الشواي. قلت لي فما خبز اخر بشماط. عندنا اخر فرشه بشماط، وعندنا شواي كيما كيكا فما ندير بيها. ايوه ايوه ايوه. خبزته برشا معناها العباد. والخدمه الصبح برك؟ والله نخدموا احنا من الصباح نسكروا العشيه كيكا. ربي يكون في العون وربي يوفقكم ان شاء الله. الفرن هذايا توا شنو هي الساعه نتاعو؟ قداش يرفع من خبزه مثلا؟ الباكيت 280 باكيت. 280. ايوه في الرميه. في الرميه برك. ايوه كله 280. بالنسبه للشوايه 350 330. ما شاء الله، ربي يوفقكم ان شاء الله وربي يكون في العون. انا ماذا بينا ديما ناس عم طول في طرف الوحده. ما شاء الله ما شاء الله. عندما نتحدث عن خبز القيروان التقليدي نفتح جزءا من موروثنا الحضاري العتيق. حرايرنا في الديار يتفنن في صنع خبز الدار بالسمن العربي، زيت الزيتونة، والبهارات التي تبقى حقوقا محفوظة تميز العائلة عن أخرى. قبل البدء البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم هناك دعاء مأثور على إنسال قيروان. سمي بسم الله سيدي، ندخل خبزتنا هذه ياكل منها ضيف اللاجئ والصغير اللي بكى وقطوس العواء. الله صلي عني بالزاز الكبير. ما شاء الله ظهري مش في الخبز بركة، هذه في كل شيء. في كل شيء يعني المراه وقت اللي تجيب طيب. ما شاء الله. فهمتني. ثم بعد العركان والتخمير توضع العجينه باشكال مختلفه في صينيات نحاسيه تتسمى خبز الصينيه، او فوق مائده خشبيه ويسمى خبز الميدا. تضعها ربة البيت أمام الدار، يمر الصبيان فيحملوها إلى الكوشة. السلام عليكم، هذه خبز الدار فلان، وقتاش تحضر؟ طبطة شوي. ويحق لها ذلك لأنها ستكون في فرن عربي زمني وقوده الخشب والفتورة. الطيب على الهدو فيزيدها بهاء ولذة وأعجاب أفراد العائلة بما قدمته المرأة الحرة.
القروان ونشموا ريحة الخبز إلا ما ندخلوا مثل هالأفران هذه الأفران العربي اللي ندفر يعني توضح لي سيسالي الكوشة الوحيدة اللي أي. مازالت تخدم أي هذه الوحيدة اللي تخدم بالحطب بالحطب فهمتني وساعات تفقد الحطب نجيب وكل فيتورة متاع الفيتورة متاع الزيتون هذيك زادة نخدموا بها فيها الزيت نظيفة وباهية فهمني بالنسبة للفيتورة العربي كانت بالشوامي وبالواحد نقصد زادة ولد كان معنا بالماكينة هذه بهالماكينات متاع الواحد ما يخلوش شكل فيتورة هذيك فهمتني ولد ملحية ولد ملحية قليل قليل ماكينة مازالت تخدم بالشوامي نجيبوا منها وطيابها راه مش كيما مش كيما الغاز ومش كيما نعم معنى طيابها خاص حتى فيه نكهه فيه كنا ما هيش كيما وخذ تربي ما نحويش. هل ادركتم اعزائي المشاهدين سر اقبال الوافدين على القيروان من داخل البلاد او خارجها الى هذا الخبز بجودته العالية؟ هل هو طابع المخبزة المعماري؟ أم هو مكونات البهارات الطبيعية؟ أم هو السميد المستخدم مثل القمح الصلب والشعير؟ أم هو إتقان العمل والرغبة في إرضاء الزبون؟ كل هذا المزيج الذي حافظت عليه القيروان وستواصل في ذلك بحول الله.